صباح الأمل، صباح السعادة، صباح كله سعادة على حضراتكم. لسه مكملين معاكم هذا الصباح. وصلنا دلوقتي لمجموعة من الأخبار والفقرات المتنوعة معاكم، واللي بالتأكيد هنتابعها بجزء من التحليل مع ضيوفنا عبر الهاتف. أول خبر معانا طبعا في إطار اهتمام الدولة بالبحث عن موارد مصر الطبيعية، البحث عن مصادر للطاقة المختلفة. بتكلم تحديدا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه الأخير بضرورة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والبترول في المناطق المختلفة وفي أعالي البحار، واستخدام موارد مصر الطبيعية في أعالي البحار. ده بالتأكيد شيء مهم جدا صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. صرح بأنه مصر في طريقها، مع تأكيدات متواصلة من سيادة الرئيس بضرورة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي والبترول. خلونا نقرب أكثر من تفاصيل هذا الخبر، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية الطاقة والبيئة. صباح الخير دكتور منى. طيب، لحين ورود الاتصال من دكتورة منى، خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول. وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر، وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي. وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدا أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج الصودا أش بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج الصودا أش الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير، دي جهود حثيثة بتقوم بيها الدولة المصرية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والبترول في مناطق أعالي البحار، واستخدام موارد مصر الطبيعية في ذلك بالتأكيد. ده طبعا مصر بتقوم به وفق مبادئ، وفق أعراف القانون الدولي، وكمان اتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة في هذا الإطار للأنشطة وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.
طيب، يعني يمكن من الخبر ده هنروح مع حضراتكم لتاني خبر معانا، وتحديدا في تنزانيا. قال وزير الخارجية سامح شكري عقب مشاركته والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في احتفالية تدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري اللي بينفذه تحالف مكون من شركات مصرية على نهر روفيجي، إنه تنفيذ هذا المشروع بيعكس التزام مصر بدعم برامج ومشروعات التنمية في دول حوض النيل. بالتأكيد ده شيء مهم جدا. خلونا نقرب أكتر من هذا الخبر ونعرف أكتر تفاصيل. طيب، خلونا نروح نشوف تقرير مفصل ونرجع على طول نسترسل في موضوعنا عن هذا الخبر. ماكوفي مانجي نافيجيلي. بأياد مصرية وعزيمة إفريقية وشراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر وتنزانيا، تحقق الحلم الإفريقي. وأعطت رئيسة تنزانيا سامية حسن إشارة بدء الملء الأول لخزان مياه سد جوليوس نيريري بتنزانيا بإجمالي استثمارات بلغت 2,900,000,000 دولار لتوليد 2000 ميجا وات، بما يكفي استهلاك 17 مليون أسرة تنزانية. وبحضور رئيس تنزانيا وكل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الإسكان عاصم الجزار، وحشد كبير من الجمهور التنزاني، بدأ الاحتفال بحفل فني شاركت فيه الفرق المصرية والتنزانية بأغنية تعبر عن السلام والتعاون والصداقة بين الشعوب. وتقدمت رئيسة تنزانيا بالشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لما تم تقديمه من تعاون لإنجاز مشروع سد جوليوس نيريري، وقالت إن مشروع السد يمثل تنمية شاملة ومستدامة للبلاد في مجالات عدة منها المشروعات الزراعية. وزير الخارجية المصري سامح شكري نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا بهذا الحدث التاريخي الذي يشهد على عمق العلاقات بين البلدين. أعرب عن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئيس وحكومة وشعب تنزانيا بمناسبة هذا الحدث التاريخي لضخ المياه في خزان جوليوس نيريري مشروع الطاقة الكهرومائية. هذا الحدث الهام يشهد على العلاقات الطويلة والتاريخية بين مصر وتنزانيا، ويقدم مثالا حيا على ما نستطيع تحقيقه لصالح شعوبنا من خلال التعاون المنسق. وأكد شكري بأن هذا المشروع الهام الذي تم تشييده بأياد مصرية وتنزانيا يعكس التزام مصر بتنمية دول حوض النيل. Our two countries' collaboration in this important project. نتعاون كدولتين في هذا المشروع الهام الذي يبنى بفخر بأيدي مصرية وتنزانية، مما يعكس التزام مصر بتنمية دول حوض النيل ويثبت أن التعاون بين دول حوض النيل ممكنا مع وجود الإرادة السياسية. وأثنى شكري غاليا على دور الشركات المصرية في الانتهاء من هذا المشروع المحدد وفقا للمعايير الدولية. أود أن أثني على شركة السويدي للكهرباء وشركة المقاولون العرب على التزامهما وجهدهما للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد وفقا للمعايير الدولية، على الرغم من تحديات كوفيد-19 وتبعاتها الدولية. عمل الشركات المصرية يعكس قدراتها وإمكانياتها وخبراتها التي تراكمت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى في مصر. وسيقف سد جوليوس نيريري بتنزانيا شاهدا على دور مصر التاريخي في القارة الإفريقية التي تدعم الازدهار والنهضة الاقتصادية لشعوب القارات السمراء. لمياء موافي، النيل. خلونا نرجع مرة تانية لاجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء وكمان وزير البترول بشأن جهود تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن ثروات مصر الطبيعية من الغاز الطبيعي والبترول. وينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم.
يعني دكتور ثروت، وأنت مختص في هندسة البترول، كيف تنظر لأهمية استغلال موارد مصر الطبيعية المليئة الحقيقة وثرواتها الغنية جدا في عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، وأهميته تحديدا لو اتكلمنا عن الوقت فدلالة هذا التوقيت؟ تمام يا فندم. طبعا الحمد لله مصر عندها ثروات كبيره جدا في خط البحر المتوسط، زي ما قلنا قبل كده انها تعادل حوالي 200 تريليون قدم مكعب من الغاز. لم يكتشف منها كثيرا الى هذه اللحظه اكثر من حوالي تقريبا 60 تقريبا مليون قدم مكعب من الغاز، مليار قدم مكعب من الغاز. السيد الرئيس طبعا هو بنفسه بيقود المنظومه ديت مع وزاره البترول، وبيحاول يحمس شركات البترول انها يكون بعمليه ذات الاكتشافات الكبيره، لان عارفين كلنا مدى الاحتياطي العظيم في خط البحر المتوسط. طبعا ده كله طبعا ما كانش يجي الا بترسيم الحدود اللي برضك سياده الرئيس كان بيقودها، ترسيم الحدود ما بيننا وبين قبرص ما بين اليونان، تمام، وده ادى الى عمليه حفر حقل زهر في الحدود الاقليميه بتاعت الاقتصاديه لمصر، وبالتالي ده ادى الى ذات النتائج. طبعا احنا الهدف كله من عندنا ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز، والهدف كله ان احنا نقوم بعمليه تصدير مليار دولار شهريا من الغاز الطبيعي الى العالم كله، لان يعني طبعا في ازمه طاقه الاتحاد الاوروبي دلوقتي بيسعى الى بدائل كثيره جدا بعد حرب بعد روسيا واوكرانيا والازمات بعدم تصدير الطاقه في خط نورد ستريم 1، فطبعا مصر عليها تعويل جامد جدا في الموضوع ده في معاديه. عشان كده سياده الرئيس بيحاول نزود الاكتشافات، بيحاول ان احنا نقوم بعمليه جذب المستثمرين. احنا دلوقتي حاليا اكتشفنا مؤخرا في حوض شركه البحر المتوسط حقل النرجس اللي هو عباره 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، تمام، ده طبعا يعتبر عشر حقل زهر. في ان شاء الله قريبا جدا خلال خلال اسابيع هيتم الاعلان عن كشف اخر في حدود تقريبا حوالي 17 تريليون قدم مكعب، وده هيؤدي الى تعظيم الانتاج لمصر وتصديره الى الخارج، وده هيؤدي لتعظيم طبعا القيمه المضافه وزياده الدولارات الشهريه اللي الدوله بتهدفها. احنا حاليا بنصدر ب 600 مليون دولار شهريا من الغاز. يعني الى اي مدى ده بيعكس مكانة مصر كمركز إقليمي في عمليات إنتاج، ومش بس الإنتاج كمان تداول الطاقة على مستوى العالم؟ تمام يا فندم. احنا حاليا دلوقتي يعتبر الثاني إفريقيا وحوالي 13 عالميا في موضوع إنتاج الغاز وتأمين الطاقة للعالم. تمام، احنا عندنا طبعا مقومات كثيرة جدا ان احنا نكون مركز إقليمي للطاقة. زي ما ذكرت قبل كده عندنا إنتاج ضخم دلوقتي وصل ل 6.8 مليار قدم مكعب، وان شاء الله بعد الاكتشاف الجديد ده يوصل لاكثر من 8 مليار قدم مكعب من الغاز. عندنا محطتين اساله في ايدكو دمياط اللي هم يعتبروا احنا الوحيدين على مستوى 23 دوله محافظه البحر المتوسط عندهم المحطتين الاساله دول، ودول بيستخدموا طبعا في عمليه اساله الغاز وتصديره الى الخارج. بمعنى ايه؟ ان اسرائيل وقبرص واليونان وكل هذه البلاد لا يوجد عندها هذه البنيه التحتيه، تمام، وبالتالي لازم يعولوا على مصر ويقوم بعمليه ضخ هذه الغازات الانتاجيه لديهم في عمليه في المحطتين ايدكو ودمياط، ثم نكون بعد كده بتصديرها الى الخارج. في هذه الحاله برضه مصر بتستفاد من عمليه هذه التغييز وعمليه استخدام وتاجير هذه المحطات الاساسيه لهذه البلاد، فمصر مستفاده بكل المقاييس من عمليه الانتاج، وده بيساعد مصر على انها تكون مركز اقليمي للطاقه، بجانب طبعا القانون العظيم اللي تم انتاجه من قبل الدوله وهو تنشيط سود الغاز، وده طبعا بيؤدي الى عمليه ان الشريك الاجنبي يقوم بانتاج الغاز في مصر يقوم له الحق ان يقوم بالبيع في مصر او خارج مصر، وطبعا ده مش موجود قبل كده. المديونيات الدوله بدات تنهيها تماما للشريك الاجنبي ووصلت ل 0.8 مليار، كانت 6.5 مليار قدم 6.5 مليار دولار، وده طبعا انجاز كبير جدا، ده مما ادى الى جذب طبعا شركه زي شيفرن الايطاليه، شركه اكسون، شركه شيفرن الامريكيه، شركه اكسون. طب دكتور ثروت، يعني حابين برضو نوضح الصوره للمشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي، هل عمليات البحث والاستكشاف هتتم بالشراكه مع القطاع الخاص؟ ودايما يا فندم القطاع الخاص معانا القطاع الخاص الاجنبي، لان طبعا خصوصا في حوض البحر المتوسط ديت اعماق كبيره جدا، يعني بيوصل للووتر ديبس عمق الميه حوالي 1300 متر وبعد كده بنحفر 4 كيلو تحت الارض، ده بيحتاج الى اموال كثيره جدا، يعني مثلا حقل زهر لهذه اللحظه اكثر من 13 مليار دولار. ده معناه ان احنا لابد ان يكون في شريك اجنبي معانا في عمليه البحث والاستكشاف، لانه طبعا بيحتاج عباءه ماليه كبيره جدا، واحتمال من بينزل بعمليه الحفر في التكلفه الكبيره جدا ممكن ما يلاقيش غاز احيانا، وبالتالي ده بيبقى فيه تكلفه عاليه جدا، ده طبعا بيتحملها الشريك الاجنبي، بمجرد ان هو بيبدا بيحصل البحث الاستكشافي ويحصل في عمليه الانتاج يبدا بياخد الحقوق بتاعته، وبالتالي في عندنا شريك خاص مصري بيعمل عمليه الحفر فعلا في مصر، عندنا شركه زي شركه ثروه، ثروه دي كلها 100% مصريه، ولكن طبعا معظمهم بيبقى في عمليه خليج السويس اللي هي الاعماق البسيطه وفي الصحراء
الغربيه والساحل الشرقيه، ولكن في الاحفار العميقه اللي هي في الشرق المتوسط او غرب المتوسط طبعا لابد ان ياتي شريك ضخم جدا وله اعباء ماليه كبيره جدا، هي شركه الايطاليه 180 شغاله في 180 دوله عالميه، شركه اكسون ضخمه جدا اكثر من شركه ارامكو وشركه شوفر وخلافه، فده طبعا فيها اعباء ماليه كمان من احتياطيات مصر المضافة وقيمة مصر المضافة من الغاز الطبيعي، ومش بس هيلبي احتياجات السوق المحلي لكنه أيضا يعني هيضيف للناتج القومي المصري. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور ثروت راغب، وأنت أستاذ هندسة البترول والطاقة كنت معي على الهواء مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك دكتور ثروت. إذن مشاهدينا بالخبر ده بننهي معاكم جولتنا ويومنا النهاردة في هذا الصباح، بالتأكيد غدا بإذن الله هيكون لينا فريق عمل جديد هنتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من هذا الصباح، إلى اللقاء.